معنا الآن من القاهرة تنضم إلينا من هناك مدير تحرير جريدة الأهرام سادة أسماء الحسيني. أحييك من الكويت. يعني خلينا نتكلم عن تعاطي الإعلام المصري مع زيارة حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظ الله ورعاه ولقائه المرتقب مع رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة. تفضلي. سادة أسماء هل تسمعيني؟ اهلا وسهلا. اهلا بك. التحيه لكما ولضيفكم الكريم، والتحيه عبركم للشعب الكويتي العظيم الذي نستغل هذه الفرصه لنوجه له التحيه، فرصه زياره صاحب السمو امير دوله الكويت الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح. هي زياره مهمه جدا لمصر، هي فرصه لتجديد هذه العلاقات المتميزه بين بلدين تربطهما كل أواصر الأخوة والصداقة، تاريخ طويل جدا من التضامن والعلاقات المتميزة التي تعد بالفعل مثال للعلاقات التي يجب أن نحافظ عليها في العالم العربي. دولة هذه الزيارة هي مهمة جدا في مصر على الصعيدين الرسمي والشعبي، وتجد كل الترحيب، ترحيب بكل بالكويت ومواقفها المشرفة تجاه مصر وتجاه أمتها العربية وتجاه العالم كله والإنسانية. الكويت التي تحتل مكانة كبيرة جدا ومتميزة في قلوب الشعب المصري، ونحن تربطنا يعني علاقات قوية جدا تربط الشعبين المصري والكويتي، علاقات روتها دماء الشهداء، شهداء من أبناء الكويت الذين استشهدوا في معارك الأمة المصرية على الجبهة المصرية. وبالتالي هذه العلاقات يجب أن نحافظ عليها، لأنها علاقات رويت بالدماء وتعب فيها أجيال عديدة. الكويت بالنسبة لنا في مصر وبالنسبة لأمتها العربية دولة مهمة جداً، لعبت أدوار مهمة ومشرفة في دعم كل القضايا العربية وفي دعم كل الشعوب العربية، واستحقت عن جدارة أن تكون قائدة في مجال العمل الإنساني وفي مجال بناء السلام والمحبة والتعايش في منطقتها وأمتها والعالم كله. وبالتالي نحن حريصين على هذه العلاقة، وأعتقد أن الزيارة ستكون فرصة لتعزيز التشاور وتعزيز التعاون وتعزيز التضامن من أجل الحفاظ على السلام والأمن في المنطقة العربية، وهي الآن في مفترق طرق وتواجه تحديات كبيرة، تحديات مصيرية تعني الشعب الكويتي وتعني الشعب المصري وشعوب المنطقة كلها، وفي مقدمتها بالطبع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. والكويت هي داعم رئيسي للشعب الفلسطيني على مر الحقب، وجميعنا نعتز بمواقف الكويت المشرفة، مواقفها الرسمية وأيضا مواقفها الشعبية التي تعبر بأكثر من طريقة عن هذا التضامن مع الشعب الفلسطيني كما هو عهدنا بها دائما. وثقنا لهذه العلاقات وذكرنا امتدادها لمدة ما يقارب القرن. أستاذة أسماء، هناك الكثير من ملفات التعاون بين البلدين، برأيك ما هي أبرز الملفات التي سيتم طرحها وكيف يمكن تطويرها برأيكم بين البلدين؟ نعم، بالطبع العلاقات الثنائية ستكون هذه فرصة لتعزيزها ودفعها قدما إلى الأمام. هناك علاقات متميزة جدا بين البلدين على جميع الأصعدة، سياسيا واقتصاديا وثقافيا، لكننا نحتاج لمزيد من التوطيد، لمزيد من الدعم. هناك علاقات اقتصادية متميزة، استثمارات كويتية في مصر تتجاوز الـ20 مليار دولار. الكويت هي الدولة الثالثة في المستثمر الثالث في مصر على المستوى العربي والرابع على المستوى الدولي، وهذا أمر مهم، ونحتاج إلى تعزيز التعاون على جميع المسارات سياسيا واقتصاديا وفي جميع الأصعدة، لأننا نواجه عالم متغير، نواجه تحديات كبيرة
نحتاج أن نعمل معاً من أجل تعزيز السلام والأمن والاستقرار في المنطقة التي تواجه هذه المنطقة تحديات كبيرة، والتعاون والتعاضد والتضامن بين مصر والكويت سيكون حجر زاوية في استقرار هذه المنطقة. هناك حاجة لبحث بالطبع القضايا العديدة على الصعيد العربي، ليس القضية الفلسطينية أو العدوان الإسرائيلي على غزة هو وحده المطروح. هناك العديد من الدول العربية تواجه تحديات كبيرة، شعوبنا جميعا تواجه الآن تحديات مصيرية سواء في السودان أو ليبيا أو اليمن أو سوريا أو لبنان أو العراق. نحتاج إلى تعاون كبير لنمد هذه الأيدي معا، والتعاون الثنائي بين مصر والكويت يكون دفعة كبيرة للأشقاء في كل المجالات، ومن أجل تعزيز السلام والاستقرار في هذه المنطقة وإخراجها من يعني هذه الأزمات المتلاحقة التي تضربها، ولن يكون ذلك سوى بالتعاون والتنسيق معا. نعم، جزيل الشكر لك مدير تحرير جريدة الأهرام أسماء الحسيني، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من القاهرة.